لأيام متطاولة، كما في اعتكافه مثلا في شهر رمضان اعتكف العشر الأوسط ثم العشر الأول ثم العشر الأوسط ثم العشر الأخير. وهكذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس في متقلبه وذهابه وإيابه وسفره وإقامته، يدخلون عليه بيته ويستأذنون في كل الأحوال وفي الليل وفي النهار إلى غير ذلك. ومع ذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على رباطة جأشه وعلى حلمه وعلى صبره، فلا يقع منه من أحد غضب ولا انفعال مع كثرة ما يقع من الناس. رجل مثلا يقول يا محمد بخشونة وغلظة البادية مر لي بشيء من مال الله فإنه ليس من مالك ولا من مال أبيك، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأمر له بعطاء. آخر له دين على النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا بني عبد المطلب أنتم قوم مطل، يعني أهل مماطلة، وتتأخرون في سداد الديون، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بأن يسدد له حقه ويوفى دينه. مرة من المرات جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من البادية أيضا والصحابة مجتمعون، فقال أيكم محمد؟ هكذا بغير مقدمات ولا كلمات ولا تعبير، وإنما أيكم محمد؟ فأشار الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال أنت محمد؟ قال نعم قد أجبتك. ابن عبد المطلب؟ قال نعم. قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. قال سل عما بدالك. فسأله بالله الذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال وخلق الخلق، الله أرسلك إلينا؟ قال نعم. ثم قال له أسألك بالله الذي أرسلك، الله أمرك بالصلوات بالزكاة بالصوم بالحج كل ذلك؟ يقول نعم نعم. في الأخير قال لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. تعامله صلى الله عليه وسلم مع الناس على كثرة ما يقع من الناس من سوء الخلق، من أن يكونوا مشغولين بأعمالهم الخاصة، من عدم تقدير ذوي الهيئات ومعرفة منازلهم، من عدم وجود نوع من التهذيب والتأديب والأسلوب في المخاطبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال ربه جل وتعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وهم قوم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصرخوا في البيت يا محمد يا محمد اخرج إلينا. وهذا الأسلوب من التعامل والنداء أمر غريب على أحد الناس، فكيف في التعامل فيه مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يربي أصحابه على طريقة الاستئذان وطريقة النداء، حتى قال الله عز وجل لا تجعلوا نداء الرسول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني من يريد أن يدعو أو ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينادي باسمه الجاف يقول يا محمد، وإنما يقول يا رسول الله يا نبي الله أو ما أشبه ذلك من العبارات التي فيها اعتدال وفيها انضباط وفيها أدب. تعامله صلى الله عليه وسلم حتى مع أعدائه وخصومه، الرجل الذي حمل السيف على النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني؟ قال الله، فسقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني؟ قال لا أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكن أعاهدك أن لا أحاربك ولا أكون مع قوم يحاربونك. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به إلى الصحابة ليروه وينظروا ويشهدوا القصة، ثم خلى سبيله عليه الصلاة والسلام ولم يعرض له بشيء. هذا الأسلوب في التعامل حتى مع الأباعد، مع الخصوم، مع المحاربين، مع من هموا بقتله عليه الصلاة والسلام أو اغتياله، مع من حاربوه. هذا اللون من الخلق العظيم يعزز ويؤكد ويزكي أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق لم يكن مجرد شعار يرفع أو دعاية انتخابية أو إعلامية كما يقع اليوم، وإنما كان نموذجا عمليا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بهديه وسيرته ونفسه، ويربي عليه أصحابه لينقلوه إلى من بعدهم. ولهذا كان الإسلام في تاريخه وحركته ودعوته كان رحمة للبشرية كلها كما يشهد به المنصفون من الشرق والغرب. نبي الهدى قد جفونا الكرى وعفنا الشهية من المطعم، نهضنا إلى الله نجلس السرى بروعة قرآنه المحكم، ونشهد من دب فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. نبي الهدى يا رسول السلام ويا مرسل الرحمة للأنام، نبي الهدى يا رسول السلام ويا مرسل الرحمة.
أرسل الرحمة للأنام ومثلك